آدم نسيم حميد يفوز بالضربة القاضية. لكن لحظة، هو ما فاز بالضربة القاضية. آدم نجل البطل العالمي نسيم حميد واجه خصمه تشيكي فوت كاردي على حلبة الأرينا في أول نزال احترافي له، وفاز بأول دقيقتين من الجولة الأولى اللي هي أساساً من أصل 4 جولات. لعب بطريقة والده الضربات السريعة حتى الاستسلام، وفعلاً استسلم الخصم بمجرد ما رمى مدربه قطعة قماش إلى حلبة المصارعة كإعلان للاستسلام. وهكذا يفوز آدم نسيم حميد بأول نزال احترافي له في عالم الملاكمة، ويبدأ يسير على خطى والده البطل اليمني البريطاني نسيم حميد.